كما تعرفوا، نواة أطلقت مؤخرا موقع خاص للتسريبات، ويمكنكم الموقع هذا من إرسال ملفات سرية أو غيرها والإبلاغ عن حالات الفساد داخل الإدارات، الوزارات، الشركات أو غيرها من المؤسسات العمومية والخاصة. وبطبيعة الحال يقوم موقع نواة بالاعتماد على الوثائق المرسلة بتحرير نصوص ومقالات استقصائية للكشف عن ظاهرة الفساد والمفسدين. الموقع هذا موقع آمن، بمعنى أنه الشخص اللي يبعث لنا الوثائق هذه ما يمكنناش باش نتعرفوا عليه، لا عن طريق المعرف الإلكتروني متاعه، ولا عن طريق الموقع الجغرافي متاعه، ولا عن طريق العنوان البريدي متاعه، ولا عن طريق اسمه أو لقبه أو أي شيء ينجم يوصلنا الشخص والمعرفة هويته الحقيقية. الموقع هذا بالطبيعة من أجل أن يكون آمن يستعمل برنامج تور اللي يمكن الشخص من إخفاء الهوية الإلكترونية متاعه على نواة، على فريق نواة ذاته. والرابط لموقع تسريبات نواة لا يمكن الولوج إليه دون استخدام برنامج تور. مثلاً كتجي على الصفحة الرئيسية من موقع نواة وتحب تبلغ عن حالة فساد في المؤسسة اللي أنت تشتغل فيها وتحب تبلغ، تنزل هوني، حلوها في نافذة جديدة، يقول لك ما نجموش ندخلوا للصفحة هذه متاع التبليغ عن حالة الفساد أو نواة ليكس أو نواة للتسريبات. علاش؟ لأنه الرابط اللي يستعمله موقع نواة للتسريبات هو رابط .onion. .onion ماهوش .com، ماهوش .org، ماهوش .net، ماهوش .tn، هو .onion، والرابط المخفي .onion يتبع كان برنامج تور. هو رابط مخفي، الشبكة لا تستطيع التعرف عليه، وبالتالي لا تستطيع التعرف على من يدخل لموقع نواة للتسريبات. لذا يلزمنا، من أجل أن الموقع هذا يخدم، يلزمنا نزلوا برنامج تور ونركبوه على الحاسوب متاعنا، على الكمبيوتر متاعنا. كيفاش؟ الصفحة هذه نواة للتسريبات تشرح لكم شنية التقنيات اللي نستعملوها، وتشرح لكم كيفية أو طريقة استخدام موقع نواة للتسريبات. فبالتالي يلزمكم تقوموا بتحميل حزمة برنامج تور، وبرنامج تور تنجموا تركبوه على يونيكلي USB كما تنجموا تركبوه على الكمبيوتر الخاص بكم. وننصحكم بعدم تركيبه على الكمبيوتر اللي تستعملوه في الشغل متاعكم. إذا كان الكمبيوتر متاع الشركة متاعكم، الأفضل ما تستعملوهش. نجموا تركبوا برنامج تور ولا تور بندل على في كلي USB، وتدخلوا البرنامج تور عن طريق الكلي USB. نمشيوا البرنامج تور باش ننزلوه، نحلو في نافذة جديدة. هذا هو برنامج تور. انت اذا كان الكمبيوتر متاعكم يستخدم ويندوز ولا يستخدم لينوكس ولا يستخدم ماكينتوش ابل، نزلوا البرنامج حسب سيستم ديكسبلوتاسيون بتاعكم. وأيضا تنجموا تختاروا اللغة اللي تفضلوا أنكم تستعملوا بها البرنامج، عربية، أنجليزية، فرنسية، إيطالية، أي لغة تحبوا تستعملوا بها البرنامج. تهبطوا البرنامج، أوبن كليك، تحفظوا البرنامج في الكمبيوتر بتاعكم ولا في الكلي USB بتاعكم، قولوا سيف، نزلناه، البرنامج نزل. نمشيوا باش نركبوه. جينا هوني نلقاو تور باندل هذايا، كيما قلت نجمو نركبوه على الكلي USB كيما نجمو نركبوه على الكمبيوتر نتاعنا. نطلقو برنامج تور. هو بطبيعته باش يرتبط بالشبكة بطريقة آمنة، وباش يقول لنا congratulation ولا felicitation ولا مبروك. يقول لك المتصفح متاعك قاعد يستعمل في تور، والعلامة الخضراء هذه أو العلامة الخضراء اللي تظهر هوني تعني أنه تور قاعد يشتغل، بالتالي دخولكم للإنترنت هو مؤمن ومجهول الهوية. طبعا نستحقوا الموقع متاع نواة اللي قبيلة ما نجمناش ندخلوله، اللي هو بلغ عن الفساد، نحلوه هوني. هاكا ما تحلناش لانه في فايرفوكس هذايا ماناش قاعدين نستعملوه فيه.
تور ونرجعوا للبرنامج تور براوزر نقوموا بالساق الرابط هذايا متاع موقع نواد للتسريبات اللي ينتهي ب .onion. ندخلوا هون نلاحظوا اللي الموقع يشتغل لأن قاعدين نستعملوا في برنامج تور للتسريبات. ياخو بالطبيعة شوية وقت لأنه برنامج تور يتعدى بعدد من ما يسمى بالبريدج أو القناطر، عدد من ليزادريس إي بي اللي موزعين في أماكن مختلفة من العالم باش يخفي الهوية الحقيقية أو الهوية الإلكترونية للشخص اللي يستعمل في برنامج تور من أي أعين تكون تراقب في الشبكة أو تراقب في جهاز الكمبيوتر متاعك أو تراقب فيك شخصيا إذا كان أنت كنت ناشط في المجتمع المدني أو غيرها. طبعا برنامج تسريبات نوات أو موقع تسريبات نوات يخول لك أن تستعمل اللغة العربية كما تستعمل اللغة الفرنسية. احنا في الفيديو هذا باش نستعملوا نعتمدوا على اللغة العربية وباش نبدأ كمثال أنك أنت شخص مبلغ وتحب تبعث رسائل أو وثائق سرية أو تسريبات لموقع نوات. هل أنت مبلغ؟ كليكي هوني على إبلاغ يقول لك يرجى الانتظار، يعطيك الحد الأقصى لعدد المستقبلين، تختار نوات، تقول أنا نحب نبعث الملف هذه لنوات، نوات هي المتلقي للملفات اللي باش تبعثهم، تكليكي على الخطوة القادمة، تحط معلومات عن الوثيقة، مثلا تقول كوربسيون في الحالة متاعنا هذه مثلا، تعطي وصف دقيق للملف المرفق، ثم أضف ملفات للإبلاغ متاعك. أنا باش نختار ملف من هوني، أي ملف باش نختاره، مثلا باش نختار introduction RTF نقول له open، نختار النص هذايا نقول له open، تم إضافة النص متاعنا. أنا نلاحظه text l'extension متاعه RTF rich text format، نجمو تبعثوا PDF، نجمو تبعثوا تصور، نجمو تبعثوا فيديوهات. وبعد الخطوة القادمة نمشيو الخدمة القادمة لضمان عدم الكشف عن هويتك، الرجاء التأكد من أنك تزور هذه الصفحة مستعملا تور بندل، وإحنا تأكدنا اللي إحنا قاعدين نستعمله في تور. تقرأ شروط الاستخدام، توافق عليهم، وبعد تقول تقديم. يقول لقد تم إرسال التبليغ متاعك، التبليغ متاعك وصلنا إلى موقع النوات. يعطيك رقم، الرقم هذا باش يخولك في المستقبل أنك تدخل الموقع نوات للتسريبات وتتأكد أنه نوات وصل لها التسريب. تنجم أيضا تبعث رسالة نوات أنك تعمل معنا دي ميساج في نوات بطريقة مؤمنة، وإحنا نجم نرد عليك إذا كان استحقينا معلومات إضافية حول التسريب أو تسريب وثائق ما فهمناهاش، نتصلوا بك بطريقة آمنة من خلال الموقع وانت تجاوبنا من خلال الموقع، وبالتالي لا يمكن لأحد بما فيهم احنا فريق نوات ما يمكنناش بنتعرفوا عليه، كل شيء مشفر، كل شيء كريبتي. تنسخ الشيء هذا وتعود تحطه هوني، تلصقه هوني، يقول لك انظر للتلميح متاعك. نرجع الانتظار شوي. وطول الملف التبليغ متاعك انت ضد الفساد، تاريخ التقديم، تاريخ التسريب، تاريخ الانتهاء، يقعد تقريبا 15 يوم الملف من اجل ضمان ملفات ما نستعملوش وقت طويل للحفاظ عليها في وسط السيرفر متاعنا. الدخول للعداد، نوات مازالت ما دخلتش للعداد، ترجع مرة أخرى تثبت تشوف أنه فريق نوى تدخل شاف التسريب متاعك وتم تحميل الملف متاعك للموقع نوى ولا لا. نجم تضيف ملفات أخرى، نجم تبعث رسالة خاصة لفريق نوى، إدارة نوى تبعث لهم تقول لهم هذا ملف، تقول دوسي كوربسيون مثلا،
وتحط تعليق متاعك، أي تعليق. هذا هو إرسال رسالة خاصة، تبعث رسالة متاعك، قل لك المبلغ اللي هو أنت بعثت الرسالة الخاصة النوات، تصلنا هذه. هذا هو تقريبا باختصار طريقة استعمال موقع نوات للتسريبات، ونتمناو تصلنا ملفات تخص قضايا فساد، رشوة، إلى آخره من الظواهر اللي كنا نرغب في مقاومتها في تونس. وشكراً.